شاق صار في كل مكان. تحياتي لكم اليوم بدنا نروح على واحد من شواطئ ازمير المعروفة والرائعة، لانه انتم بتعرفوا ازمير مشكلتها انه ما فيها شواطئ بنفس المدينة، شيء غريب. مدينة ساحلية ما فيها شواطئ، بدك تروح على شواطئ تبعد حوالي ساعة لساعة ونص، ورايحين على واحد من اجمل الشواطئ اللي هي ششمة. ممكن يكون في مناظر بلس 18، فجهزوا حالكم. احنا بالمترو من محطة الهلال لنبدأ نروح على ششمة. ثاني مرحلة من الروحة اللي هو من نطلع من الهلال نروح على فهر الدين الفاي، اللي هي آخر مرحلة موجودة بالمترو، عشان بدنا ناخد باص وبعدين نتوجه إلى ششمة. تطلع من المترو تطلع على أول دور، بتروح على محل الباصات اللي هو حيكون دور فوق كمان. بالتالي تطلع دورين من المترو عشان توصل لمحل الباصات ما شايفين هون. الرحلة بشكل صحيح دائما لازم نبدأ بفطور، أو بالأحرى هو وقت غدا، بس نحن عم نفطر لأنه عنا يوم طويل. خلينا نشوف اليوم شو فطرنا. حبيبنا همام قائد الرحلة. هنبدأ أول شيء، شو اسمها هاي؟ كشارلي. كشارلي فيها جبنة وفيها كمان بندورة. بعدين هون اكيد المعروف السميت. السميت معروف في اسطنبول، هون جوفري اسمه جوفري هون. وهي اسمها بيوز. بيوز وهي كمان هون الشاي، واحلى فطور تركي لاحلى متابعين في التاريخ المعاصر. وين هلا نحن؟ هذا المكان تبع المخبوزات اسمه اجر، اي سي اجر، معروف على مستوى تركيا. الاكل فيه صراحه جدا طيب، سواء البيوز. مع انه هي فاضيه بس فيها طعمه طيبه. ولا السميت، شو كان اسمه بالتركي بالهون؟ جوفري. ولا صراحه الكينج كانت هي الكشارلي. كشارلي جدا طيبه يعني، صراحه وان اوف ماي فيفرت. الشغله الاساسيه اللي بفضلها هلا هو صراحه كشارلي للموت. هو محل الباصات اللي نحن طلعنا من عنده عند المترو، مش هتعمل في المترو. باصات ششمة بتكون لقدام تقريبا، هلا حنشوف وين بالضبط. هذا هو كمان سعر البنزين، 75 لتر البنزين. في واحد اللي هو الفل او ال 95 ب 6.29 ليره. في محطه المترو بدك تمشي فيها لهون وتوصل لعند ما تلاقي عند محل هذا في الزاويه قبل محل البناء هذا اللي هون، بتدخل يمين. لما تدخل يمين هتلاقي بقى هلا قدامنا هون قريب باصات ششمة، اللي هي باصات البيضة، لأنه ششمة تعتبر ضاحية من ضواحي إزمير، ما لها عبارة عن داخل المدينة. هون واحد كي يروح لششمة، كي يروح على أورلا، كل الأماكن الضواحي تقريبا هون بيكون المقر تبعه. هذا هو آخر واحد اسمه الششمة، هذا هو الباص اللي نطلع فيه. ما شايفين باص ضخم كبير. نحن هون تقريبا ركبنا بالباص. الشيء المميز بالباص الكبير انه مكيف، يعني الجو كتير شوب، فمع التكييف صراحة الموضوع بصير فعلا مقبول جدا. هلا حنشوف ووريكم الطريق، وحتشوفوا كل شيء كمان بالتفاصيل بالطريق الى الششمة. اليمين واليسار. شايفين هون نحن
وهذا الشيء عم بخلي الدولة هون تستفيد من هذا الشيء، ذكاء واستثمار لطبيعة المنطقة بشكل ممتاز. المنطقة اللي رايحين عليها اسمها ألتشاتي، أنا الششمة فيها أكثر من منطقة، ولكن هي أكثر منطقة مشهورة. هذا نحن وصلنا على الششمة تقريبا، أخذ الطريق حوالي لازم نقول 45 ل 50 دقيقة، ولكن مثل شايفين الطريق زحمة الآن. نحن اليوم الأحد فكله مأجز وكله طالع على البحر. هنا هون هلا وصلنا على الششمة، ومثل ما شايفين شلون يعني نظام مدينة ساحلي بالكامل وسياحي، يعني وضع واضح جدا. حتى هون محلات، وذكرتني بسلومفي وكسب ولادقية وكمان طرطوس، يعني هيك نمط موجود تقريبا مع اختلافات بسيطة يعني انتو بتعرفوا اكثر مني. واخيرا تقريبا بعد حوالي ساعة وربع بالباص بنزلك، بتقول له لازم تنزلني عند منطقة إذا بدك في أكثر من شاطئ مثل ليجا بيتش، بتقول له بدنا عند الشيراتون، فندق الشيراتون، وبتدخل بقى بتشوف الموضوع. الشيء الحلو إنه مقابل فندق الشيراتون في سوبر ماركت، في مطاعم، في كافيات بسيطة، بحيث إذا بدك أي شيء تاخده معك على البحر كمان هذا الشيء بيعطيك أوبشن كتير حلو. هلا نحن رايحين بقى لنشوف الأجواء شلون بعد رحلة بنقدر نقول شوي كانت طويلة قليلا. وطبعا إذا فاهم متوفر عندك سيارة أو كنتوا أكثر من 3 أشخاص أو 4 أشخاص، صراحة السيارة بتكون أفضل لتتنقل بششمة نفسها، وبنفس الوقت لتدوس على البحر براحتك وبالوقت اللي مناسبك. وجاهزين يا حلوين؟ 1 2 هاي 3. هذا هو هون شاطئ الشيراتون، هاي هون البحر. يعني واضح الحياة شلون هون مشتغلة والناس هون عايشين، في كمية الزحمة الموجودة هني. في منظر جميل جدا. هون كمان عم نقول لكم الاوضاع بشكل مباشر من الششمة. طبعا الششمة تعتبر من الاماكن السياحية للاتراك نفسهم، فاهل ازمير مثلا او حتى اهل اسطنبول بيجوا على ازمير بيجوا على الششمة. هي تعتبر مصيف محلي لأهل البلد بالإضافة كمان للناس من برا، ولكن هي أكثر شيء بتكون لتقريبا لأهل البلد، فكل أتراك يعني حتى ما بيحكوا كتير إنجليزي يعني. في ألعاب مائية هون، والأسعار موجودة تقريبا 10 دقائق بالجيت سكي ب 150 ليرة. فنحن لا ننسى إنه نحن هلأ بموسم، وهذا هون الشط المجاني. هذا بيع سميت. طبعا نحن تاكدنا منه انه اذا بدك تيجي على الشيراتون لازم تيجي بكير عشان تحجز مكان. يعني هلا نحن حاولنا ندخل، قالوا لنا للاسف كله كلوزد وكله فل. تقريبا بياخذ تقريبا 60 ليره على الشخص في اليوم الواحد، بدايه اليوم لنهايه اليوم. وتميز اكيد انه فيها مثلا انظف، وبكون فيها كمان شاورز، وبكون فيها كمان مثلا يعني مكان انظف تقريبا، وشويه موسيقى وبس يعني، وفي امن بيكون موجود.
ولكن مثل ما قلنا لازم تكون حاجز بدري لانه هني عندهم يعني ما بعرف عندهم هيك نظام. حاولنا ندخل هلا ما سمحوا لنا. هلا الباقي الموجود هو الشاطئ العام وفي الشماسي بشكل عام كمان. هلا حوريكم كيف ممكن. طبعا نحن بنحكي هلا الساعة تقريبا 5 وهذا اسمه شاطئ الياجي. الياجي؟ الياجي بلاج. شاطئ الياجي. طبعا هدول تقريبا شايفين هاي المظلة مع هذا المكان تقريبا بياخد منك حوالي 50 ليرة في اليوم. وممكن لانه اذا جيت انت متأخر مثلنا مثلا ممكن يعطيك اياها بقل حوالي 15 ليرة تقريبا على الشخص الواحد. هون بقى شايفين جماعة شنو قلبوها رمل وقربوها. طبعا ممكن واحد حتى يجيب مظلته معه اذا بده. ومثل ما شايفين يعني في ناس محجبين هون وفي ناس متحربين هون. فالموضوع هون تقريبا مفتوح. وهذا في كلب كمان من هدول كلاب اسطنبول. كلاب اسطنبول كلاب تركية. يعني حتى الولد صغير قاعد عم يلحق الكلب. الان مباشرة محل ما قعدنا. ما شايفين شلون الاجواء كثير. كان الساعة 6 تقريبا والشمس السقوية. فالناس هون بتيجي بشكل عام من الساعة 10 للاربع خمس بدأوا يمشوا. فحتى هون تبع بليلة كمان درة مصري سميناه حسب هون. وبعد ما نزلنا يا حلوين على البحر صراحة كانت سباحة جميلة. المي كانت ظريفة ما لا باردة ولا حارة أبدا بالعكس منعشة جدا. صار وقت شيء اسمه قيلولة البحر. هاي بقى بعد ما تسبح لك شوي وتتشمس لك شوي تعمل هيك ومع السلامة. هلا بدي أنزلكم معي على البحر لتشوف المنظر الجميل اللي بنشوفه جوا البحر لأنه على الشط ما هو كتير مبين. أوكي مثل ما شايفين هون هاي البحر خلفي سلفي والبحر خلفي. وهلا بقى المنظر الجميل حيكون مو بس البحر هذا الرائع الممتع جدا. لا هلا حنشوف شغلة ثانية مهمة وحلوة كتير. منظر الجبل مع البحر. جاهزين يا حلوين؟ هذا هو المنظر اللي بقلكن عليه. مثل ما شايفين هون البحر تماما وهي هون الجبل الأخضر بشكل جميل. هذا الشيء ما كان واضح من الشاطئ محل ما كنا قاعدين. طبعا هذا الخضار ممتد على طول الشط هون لأن هناك كثير جبلي. ولكن مثل ما شايفين لحد الآن الناس مستمتعة بوقتها وبجمال المنظر لأنه فعلا المي حلوة. أي نعم مالحة بس كمان جميلة جدا. أوه شوفوا 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 انعكاس الشمس ما أحلى. يا رب. طبعا هلا الساعة 7 الشمس بتغرب الساعة 8:30 تقريبا. فيعني أحلى من هيك ما في. يا سلام سلم يا عيني على العالم الزيني مثل ما بقولوا. مثل ما شايفين هلا هيك نحن تقريبا بدنا نروح على الشاطئ القرية اللي أو المكان القريب من المكان النابض بالحياة في ششمة. خلينا نشوف هلا. وهذا هو هلا قبل الغروب تقريبا عشان نحن نلحق الاجواء هنيك كمان. هي هون بقى الاطلاله كمان من فوق شايفين احلى الوضع. ف
الغروب شكله رح يكون جميل، حنشوفه من مكان ثاني ان شاء الله. يلا بينا على التشاتيه. هذا كان اسمه إيلاجي بلاج، إيلاجي بلاج شط الإيلاجي اسمه، عشان بس الناس تعرفه. خلف الإيلاجي بلاج، شاطئ الإيلاجي اللي قعدنا فيه. بس حبينا أوريكم شلون البيوت هون، وكيف إنه هون مثل مصيف لأهل إزمير ويمكن أهل تركيا كاملين. الرواء موجود في كل مكان. هاي هون الشارع هيك. نحن اضطرينا لألشاتي. فمثل ما شايفين الرواء موجود، مصيف رائع جدا. هالبيوت هاي أكيد كلها مملوكة لناس معينين. فرواء رواء رواء واستضياف على حقه، يعني استضياف على أصوله. مو أي كلام باشا، مو أي كلام أبدا. شوف أحد يعني نمط البيوت تقريبا في الششمة هون، لأنه هو كمصيف. فمثل ما شايفين كل بيت له حديقته الخاصة، وبعامل هذا بشكل نقدر نقول بشكل مرتب ومنظم كمجمع. طبعا هذا بيكون كله لطبقة، يعني الناس تقريبا نقول لحابة تجي تعمل استضياف هون، طب تاخذ له هيك بيت وبتكون قريبة من الشط، وبتكون تيجي هيك بتعملوا كاستياف بشكل مرتب ومرتب جدا. كمان هاي الشوارع الرئيسية هون، شايفين هون. هلا نحن صرنا تقريبا بالأولد سيتي تبعت ألشاتي، أو ما بدنا نقول المدينة القديمة لألشاتي. كان شو قبل شوي مصايف وكذا وشغلات فخمة، نجي هون بنشوف القديم، الشيء الأوريجينال، أو كيف كانت المدينة أو الداون تاون تبع الرئيسية. فهذا واحد من الأطراف الجميلة، حاكتب لكم اسمه كمان، اسم المكان موجود على جوجل مابس عارفكم. طبعا هذا عشان تروح لهذا المكان من الشاطئ بدك حوالي نص ساعة تربع ساعة مشي، أو بتاخد تاكسي بحوالي 20 ليرة. فمثل ما شايفين الموضوع كتير جميل، روعة، المكان ولا أروع. هاي هون الشوارع، الناس هون كلها مستمتعة بالأجواء. فصراحة هذا المكان لازم تجيله. هاي الحارات القديمة كمان هون، حتى هون كمان. اختصار يعني الناس الصبح بتكون على البحر، بالمساء كونوا في التشاتي. هذا المكان حكيت لكم اسمه لأنه صراحة صعب، ولكن انتوا شايفين روعة المكان والجمال اللي صاير. في أناقة وفي جمال في التعامل، في أكل طيب. هلا حناكل كمان لأنه الجوع شديد جدا 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 جدا. حتى شايفين أجواء شلون رايقة كتير. الوضع يعني شلون قال لك، فيه روح جميلة جدا ورايقة بعبق تاريخي ولا أحلى. حجر مع هيك ديكورات لطيفة،
في هيك عبق تاريخي عم تحسه بالمكان ورواء يعني صراحة. واحد بيستمتع بالمشي هون بالانتظار. اخيرا لقينا المطعم الطيب اسمه متفك يعني المطبخ. هاي الاكلات اللي طلبناها هلا ما بعرف شو هذا باختصار. هون بقى اكيد دجاج بالصلصة. هاي الاكلة شكلها لذيذة ولكن يعني الوضع بحاجة انه واحد يعمل تيستينج. حكتب اسم الاكلة المكتوبة. من صبر نال. والله نال فظيعة فظيعة جدا. اللي بيجي على الشاتة يجرب هذا المطعم كتير رهيب. اكل اكل طيب واكل هيك ملز لذيذ بقى. بدك تاخذ هلا كاسه شاي بس وين وين ركزوا معي وين ده هو المكان اللي راح نشرب فيه شاي. شايفين الرواق؟ طبعا في سمك بس ما بزواد. ايوه في سمك كان. شايفين السمكات؟ شايفين ما احلى الرواق؟ شايفين المكان هيك ما الطفه و يعني نحن رايحين نعيش رواق على كاسه شاي بوضع ولا احلى بوضع ولا اجمل. يا عيني يا عيني بتكون احلى من هيك كاسه شاي. كاسه شاي لحالها هيك بتكفي وزياده. الرواق في هذا المكان يا جماعه عالي جدا مع كاسه الشاي. ما راح يبين عليكم بس هون في ورانا ياسمين. ياسمين الشام. نعم ريحه الياسمين في المكان مع الموسيقى هاي اللي هون الموجوده. نحن عايشين واحد من اجواء الرواق العالمي اللي انا صراحه ما كتير بشوفها انحاء العالم. نحن هون عم نحكي انه انا كررت كاسه الشاي للمره الثانيه لانه كتير مبسوط. تصوروا لاي درجه الموضوع البسط ولا لا؟ لا الموضوع جدا. حكتب لكم المكان وحوريكم اسمه. هو في اخر سوق الشتي بس الموضوع بيستاهل. هو اوتيل ولكن عنده كمان كافيه تحت. فعلا يستحق بقوه جنب المطعم اللي وريناكم قبل شوي. اسمه مونك بوتيك اوتيل اللي فيه هاي الاطلال الجميل المكان الرايق اللي قعدنا فيه. انصحكم تجوا عليه. هو باخر سوق على شتي جنب محل اسمه اوتمان. اتورتت وبقوه وعنف وتهور بيستاهل هذا المكان. حلو. هلا بقى بالرجعه لازمير بدك تروح على شيء اسمه اتاتورك بوليفارد اللي هو عباره عن طريق اتاتورك. في مكان اسمه كيبا اكسبرس مقابله تماما نفس الباص طلعنا منه. نفس الباص طلعنا منه هو نفسه اسمه ششمه سياحه. هذا هو المكتب وراي مقابل تماما الكيبا اكسبرس او بمقابل او بجنب بلدية ششمه او على الشتا. هاي كمان جدا مهمه عشان تقدروا اوكي. بعدين بقى بترجع بتاخذوا المترو مره ثانيه وترجع على محل ما كنت اوكي. هيك بقى كانت الرحله جدا ممتعه ومميزه ويوم سعيد جدا قضيناه معكم. اكيد ان شاء الله انبسطتوا بس المكان يعني ريكومندد وبستحسن لاي حدا جاي على ازمير انه يستمتع فيه بشكل كتير كبير لانه فعلا بيستاهل. وروحوا بكير عشان تلحقوا القلشتي من اولها لانه بتستاهل. يعطيكم العافيه وشكرا على الف خير يا احلى متابعين.